السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المشاهدين، هذه نشرة الأخبار المسائية من خدمة فدك الإخبارية. أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة العراقية صباح اليوم الأحد باستشهاد أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين في حصيلة أولية قابلة للارتفاع في تفجير انتحاري بحزام ناسف في حاجز أمني رئيسي عند مدخل مدينة الكاظمية المقدسة القريب من تقاطع عدن شمالي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في مستشفى الكاظمية التي نقل الجرحى إليها قولها أن حصيلة الشهداء مرشحة للارتفاع نظرا لأن إصابات العديد من الجرحى خطرة. وفرضت السلطات الأمنية على الفور طوقا حول المنطقة تحسبا لهجمات أخرى، وشددت إجراءات التفتيش في بقية الحواجز الأمنية في بغداد ما تسبب في اختناقات مرورية. هذا وتبنى تنظيم داعش البكري مسؤولية الهجوم حسب وكالة أنباء أعماق المؤيدة له. ورقة في الخبر في أفاد مصدر أمني عراقي لليوم الأحد بأن الانفجار الذي شهدته مدينة الكاظمية اليوم نفذه انتحاري بحزام ناسف، وأشار إلى أن التفجير أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 55 مدنيا على الأقل. وذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن الانفجار أدى إلى استشهاد 21 مواطنا عراقيا وجرح أكثر من 22 آخرين، وقد ترتفع الحصيلة. من جهة أخرى، قال مصدر عراقي أن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه صباح اليوم في الشارع المؤدي من ساحة عدن إلى ساحة صنعاء في مدينة الكاظمية شمالي بغداد، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، مبينا أن الحصيلة أولية وقابلة للارتفاع. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفرضت إجراءات أمنية مشددة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر أعمال عنف وتفجيرات، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين شهيد وجريح. وكان مسلح تنظيم داعش البكري الذي أعلن مسؤوليته عن العملية الإرهابية تمكنوا من الاستيلاء على مساحات كبيرة من أرض العراق إلى الشمال والغرب من العاصمة في عام 2014، لكن القوات العراقية والمسلحين الموالين لها تمكنوا من استرداد بعض من هذه الأراضي. وتستعد القوات العراقية في الوقت الراهن لاسترداد الموصل ثاني مدن البلاد من قبضة التنظيم، لكن مسلح التنظيم البكري يردون على اندحارهم الميداني بشن المزيد من الهجمات التي تستهدف مدنيين. ويحذر خبراء بأن وتيرة هذه الهجمات تتصاعد بينما تتواصل الهزائم التي تصيب داعش للبكري في ساحة القتال. هشام الزواوي لخدمة فدك الإخبارية. قالت مجموعة من الأطباء السوريين المستقلين يوم الأحد أن 4 مستشفيات مؤقتة ومصرف للدم تعرضت لقصف جوي في مدينة حلب السورية الشمالية في الساعات 24 الماضية. وقالت المجموعة، وهي جمعية الأطباء المستقلين التي تضلع بإسناد العيادات الطبية العاملة في المدينة، أن القصف الذي تعرض له مستشفى في حي محاصر شرقي حلب أسفر عن وفاة رضيع لا يتجاوز عمره يومين. وتلك هي المرة الثانية التي يتعرض فيها ذلك المستشفى للقصف في غضون 9 ساعات. قالت الجمعية أن المستشفيات الأربع التي تعرضت للقصف وهي مستشفيات الأطفال والبيان والزهراء والدقاق ستوقف خدماتها نتيجة لسلسلة الغارات المتصاعدة التي تستهدف المنشآت الصحية في حلب من جانب الطيرانين السوري والروسي. وتقول منظمة الصحة العالمية أن سوريا كانت أخطر مكان في العالم بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي، إذ تعرض هؤلاء والمنشآت التي يعملون فيها لأكثر من 135 هجوما في العام الماضي.
وكانت عدة مستشفيات أصيبت بأضرار وقتل في وقتل فيها عاملون صحيون في أحياء حلب الشرقية المكتظة بالسكان في الأشهر الأخيرة. وكان مستشفى في حي المعادي الشرقي قد تعرض للقصف قبل 8 أيام فقط، مما أسفر عن إصابة عدد من العاملين والمرضى. يذكر أن الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011 راح ضحيتها إلى الآن نحو 280 ألف شخص، فيما أجبر الملايين على النزوح والهجرة. أعلن المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص في ليبيا أن قواته عثرت على أكبر معمل للتجهيزات الإرهابية وتفخيخ السيارات في سرت حتى الآن. وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد 24 يوليو إنه سينشر لاحقا صورا لمركز للإرهابيين عثر عليه في عملية تحرير سرت وذات التقدم والسيطرة على الجزء الأكبر من حي الدولار في المدينة. من جهته قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق أن المجلس الرئاسي يتعامل بجدية مع جميع أزمات البلاد ويسعى إلى استكمال بناء مؤسسات الدولة. وأضاف معيتيق أن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق حريصان على الوحدة وإنهاء الانقسام، وأنه قد تم الاتفاق على تشكيل لجان للاطلاع بتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي. وبخصوص التدخل الأجنبي في ليبيا، أشار معيتيق إلى أنه تم التأكيد على إدانة المجلس الرئاسي للتدخل الأجنبي، وتم استدعاء السفير الفرنسي لتقديم احتجاج رسمي لحكومة بلاده وطلب توضيح ملابسات مقتل 3 عسكريين فرنسيين كانوا على متن مروحية على أطراف مدينة بنغازي. نحن وعدنا المواطن الليبي والشعب الليبي منذ دخولنا على 3 أشياء أساسية، طبعا تكلمنا فيها أكثر من مرة وتكلم أعضاء المجلس الرئاسي. الأمر الأول هو المصالحة الوطنية، الأمر الثاني هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانقسام المؤسسات داخل، وهذا ما حصل بالفعل كما رأينا في المؤسسة الوطنية للنفط وفي كثير من المؤسسات الأخرى. الأمر الثالث والذي سعينا فيه منذ وصولنا لطرابلس هو محاربة الإرهاب والحرب التي تقوم به المؤسسات والغرف التابعة للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في سرت، ودفعنا فيه فاتورة عالية جدا كل الليبيين يعرفوا بها. ففي كثير من المواقع في ليبيا الآن التي لا تقع تحت سيطرة أو نفوذ حكومة الوفاق يوجد بها جماعات إرهابية، فلذلك تم التوضيح أن أي مكان موجود فيه تجمعات إرهابية في داخل ليبيا ستقوم حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي بمحاربته شرقا أو جنوبا أو غربا كما يحدث تماما في سرت. نعرف جميعا ما حدث في زبراتة وما حدث في سرت، ونحن سنستمر في أي مكان يوجد فيه إرهاب ويوجد فيه تطرف ويوجد تنظيم خارج الدولة ستقوم حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي بمحاربته. اتهم وزير خارجية جمهورية الصحراء محمد سالم ولد السالك القيادي وجبهة البوليزاريو، اتهم المغرب بالسعي لتقسيم الاتحاد الأفريقي على خلفية طلبه الانضمام إلى هذه الهيئة وطرد البوليزاريو. وقال ولد السالك في مؤتمر صحفي عقده بسفارة جمهورية الصحراء في الجزائر يوم السبت 23 يوليو أن المغرب من خلال محاولة طرد دولة عضو في الاتحاد الأفريقي وهي الصحراء الغربية التي تحظى بمساندة الدول الأفريقية يحاول تقسيم هذا الاتحاد.
وأضاف السالك أن المغرب لا يمتلك الإرادة السياسية ويفتقد للنية الحسنة، لو كان قراره مبنيا على إرادة سياسية نزيهة ونية حسنة لكان قد عبر عن ذلك باتباعه لشروط الانضمام للاتحاد الإفريقي وخطواته المسطرة بكل وضوح في القانون التأسيسي دون مراوغة وتضليل. كما أكد والد السالك استعداد الطرف الصحراوي لتحقيق السلام مع المغرب شرط التزامه باحترام حقوق الشعب الصحراوي وحدود الدولة الصحراوية. وكانت الحكومة المغربية اعتبرت أن وجود ما يسمى بالجمهورية الصحراوية في الاتحاد الأفريقي أصبح مسألة وقت، مشيرة إلى أن لا أحد يؤمن بمستقبل لهذه الجمهورية المزعومة. ويؤكد المغرب أن 36 دولة على الأقل بين أعضاء الاتحاد البالغ عددها 54 لا يعترفون بالإقليم كدولة مستقلة، وأنه حان الوقت لسحب الاعتراف بهذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد فيما لم تعترف الأمم المتحدة باستقلال هذه الجمهورية. جدير بالذكر بأن المغرب يقترح حكما شبه ذاتيا للصحراء الغربية في الحين الذي يطالب فيه طرف النزاع ما يطلق عليه بالجمهورية الصحراوية التي أعلن عن قيامها قبل 40 عاما وتحظى باعتراف دولي جزئي، يطالب بدعم من الجزائر بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة. وجدير بالذكر أيضا أن بعثة الأمم المتحدة تشكلت في الصحراء الغربية عام 91، وذلك بهدف مراقبة وقف إطلاق النار في المنطقة بانتظار تحديد وضع لهذه الأراضي التي كانت مستعمرة إسبانية قبل أن يضمها المغرب عام 75. لا تتوفر فيه الشروط ليكون دولة مثل الدول الإفريقية، لأن المغرب يحتل جزء من أراضي دولة عضو. اثنين، المغرب لم يلتزم أصلا بميثاق الوحدة الإفريقية التي انسحب منها، لأن أفريقيا الوحدة الإفريقية مثلها مثل الاتحاد الإفريقي اليوم يهدفون إلى جمع الدول الإفريقية، إلى تحرير إفريقيا، إلى التكامل الإفريقي. المغرب يحتل ولا يحترم الحدود ويقمع شعب من الشعوب الإفريقية وهو شعب الدولة الصحراوية التي عضو. من المستحيلات السبع أن يكون انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي على حساب الدولة الصحراوية. أكدت وسائل إعلام لبنانية أن عنصرين تابعين للمدعو الأحمد الأسير المتهم بتشكيل مجموعات إرهابية سلما نفسيهما إلى الجيش اللبناني اليوم الأحد 24 من يوليو تموز. وذكرت صحيفة الديار أن العنصرين هما محمود القاروط وبهاء البرتاوي وسلما نفسيهما إلى الجيش قرب مخيم عين الحلوة، مضيفة أن عنصرا ثالثا وهو يحيى العر حاول اللحاق بزميليه ولكن تنظيم جند الشام البكري اعتقله. يذكر أن القوات الأمنية في لبنان ألقت القبض على المدعو أحمد الأسير في الخامس عشر من أغسطس آب الماضي في مطار بيروت أثناء محاولته الفرار بجواز مزور. وكان القضاء أصدر مذكرة توقيف في حق الأسير بسبب تورطه في حوادث أمنية أدت إلى مقتل 19 عسكريا. أجبرت حرائق الغابات السريعة الانتشار المئات على مغادرة منازلهم في المناطق الجبلية شمالي لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. واندلعت الحرائق على امتداد 20,000 فدان مساء السبت مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيف في مناطق متفرقة. وأجلت السلطات 300 شخص من مدينة سانتا كلاريتا، وأغلق حوضان عموميان للسباحة أبوابهما أمام الجمهور بسبب تساقط الرماد الناتج عن الحرائق وتصاعد الأدخنة الكثيفة. وتسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح في تأجيج حرائق الغابات، بينما يتوقع خبراء الطقس استمرار هذه الأحوال الجوية لبعض الوقت. واندلعت الحرائق ظهر الجمعة الماضية في منطقة سانت كانيون القريبة من سانتا كلاريتا، وساعدت الرياح القوية على انتشارها حتى امتدت إلى غابات لوس أنجلوس الوطنية.
ويشارك 900 من رجال الأطفاء في مكافحة ألسنة اللهب، وتدعمهم طائرات مروحية وطائرات محملة بحاويات مياه ووسائل وسوائل مقاومة للحرائق. وقال جون تريب نائب مدير إدارة مكافحة الحرائق إن أضرارا محتملة ستلحق بحوالي 1000 منزل في حال تدهور الأوضاع إلى حد أبعد مما هي عليه في الوقت الراهن. وأضاف أن هناك خطر على 45,000 في وادي سان فرناندو. تمكنت فرق الإطفاء من إنقاذ نحو 400 حيوان من الغابات التي تعتبر ملاذا آمنا لعدد من الحيوانات المهددة بالانقراض. قام الرحالة الروسي فيودور كونيخوف برحلة حول العالم بمنطاده مولتون، وهبط في منطقة صحراوية في استراليا الغربية تبعد حوالي 20 كيلومترا عن بلدة بونيروك. وقدمت إلى مكان الهبوط لاستقبال الرحالة 3 سيارات ومروحيتان بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السكان المحليين. وبدأ فيودور بحالة طبيعية، وكان بجانبه بعد الهبوط نجلاه نيكولا وأوسكار، وبدت دموع الفرح على عيون الجميع. وقبل ذلك بساعات قليلة وصل المنطاد مورتون إلى مدينة نورثام غرب أستراليا التي انطلق منها في 12 من يوليو تموز. تمكن الرحالة الروسية من تحقيق رقم قياسي جديد في سرعة التجول حول العالم بالمنطاد، قطع أكثر من 34,000 كيلومترا خلال 11 يوما وخمس ساعات وواحد وثلاثين دقيقة. هذا وتم القيام بمثل هذه الرحلة مرتين فقط حتى الآن، الأولى من قبل السويسري برتران بيكار والإنجليزي براين جونز في عام 99، اللذين قطعا 40,000 كيلومترا جوا من سويسرا إلى مصر خلال 19 يوما، والثانية من قبل الأمريكي ستيف فوزيت الذي حلق على نفس خط مسار الرحالة فيودور كونيخوف وقطعه خلال 13 يوما وثمان ساعات وثلاثة وثلاثين دقيقة. وبات الرحالة الروسي كذلك أول شخص يتمكن من تحقيق جولة حول العالم بالمنطاد من المحاولة الأولى. Look at them run towards it at the moment. But cars coming from every direction at the moment. They're trying to stop this balloon. It's showing how powerful it is. It is just dragging along. They're trying to use their weight, obviously, to pull it back. In the middle of the paddock in the wheat belt. Here it is. We're on the ground. He's on the ground. Clear to go. He goes. Call there he it. Goes. Nearly there. Nearly there. Just meters away. And he's hit the ground. There he goes. The balloon is tipping over, dragging. Could drag for kilometers. Hopefully that isn't the case. Capsule is on its side at the moment. It's trying to stop, but it's trying to lift off again. He's on the ground again. We can see it. The capsule, though, it looks as though it's still dragging along. It may have been lifted up. Very powerful, looking quite closely. I'm grubby.
Look at the rope on the ground. The rope's on the ground. This is going to be the spot. كان هذا ختام نشرتنا لهذا المساء مشاهدين الكرام. نذكركم أنه بإمكانكم متابعة آخر المستجدات على صفحات التواصل الاجتماعي لخدمة فدك الإخبارية، كما أنه بإمكانكم متابعة البث المباشر لهذه النشر عبر الإنترنت بدخولكم على موقعنا الرسمي fedak.tv. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.